أعود للأستاذ عبد الرحمن يوسف. أستاذ عبد الرحمن، نظرتك المستقبل، يعني هل سقطت الشرعية بوفاة الرئيس أو استشهاد الرئيس مرسي؟ بالعكس، هناك شرعية جديدة بدأت، هي شرعية الشهادة، شرعية البطولة. يعني إذا كنا اختلفنا على مرسي حيا فنحن متفقون عليه شهيدا وراحلا. يعني لا يوجد أحد عنده ذرة مروءة يستطيع أن يختلف على بطولة هذا الرجل وكيف أنهى حياته أو انتهت حياته بهذا الشكل. أيوة، هو الرئيس الشهيد بالفعل. الأمر الآخر، وده للأسف يعني في بعض إخواننا من يعني السياسيين بيشككوا في موضوع أنه هو أول رئيس مدني منتخب، يعني يقول لك مش أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي، لا ده بشكل صندوقي، وده حقيقة يعني كلام فارغ. يعني لا، الرئيس مرسي ليس أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، هو الرئيس الوحيد المنتخب في تاريخ الجمهورية المصرية، وهو قتل لأنه منتخب. والله إخوان مش إخوان، هو في النهاية يدفع ثمن أنه من خارج الدولة وأنه جاء بأصوات الناس وأنه جاء ممثلا لهم، حتى لو بعد كده عمل اختلافنا كل ده هيتنسي، مين عارض مرسي ومين ما عارضوش، مين اتفق معاه ومين اختلف معاه، هو عمل ايه وهو في السلطة. لا، مرسي الآن اكتسب شرعية جديدة، هي شرعية الشهادة، شرعية أنه مش هو قال ثمن الحفاظ على الشرعية ثمن الحفاظ عليها حياتي، هو فعلا دفع حياته حفاظا على ثمن الشرعية واكتسب شرعية جديدة، شرعية البطولة والشهادة. أستاذ عبد الرحمن يوسف الشاعر الكبير، بشكرك جدا يا فندم.